تيجي نشوف عملنا فيها ايه. بس قبل ما نروح في اي حته نروح نفعل الجرس عشان يوصل مننا كل جديد. سبسكرايب لايك ونعرف ايه الوصفه بتاعتنا. يلا عشان نروح نعرف ان الكابتشينو بيتعمل ازاي. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ ايه رايكم تيجي النهارده نعمل نسكافيه؟ الرغوه بتاعت النسكافيه كده بتاعت المحلات هنعملها وهتبقى جاهزه عندنا في البيت. في اي وقت هنحب نطلعها هنطلعها. المهم ان احنا نحطها في علبه محكمه بس ونغطيها كويس. احنا هنستخدم نسكافيه يا اما نسكافيه 3 في 1 يا اما نسكافيه جولد، اي نوع نسكافيه تفضلوه. نفس الكوبايه اللي معايا، كوبايه نسكافيه هي نفس الكوبايه اللي عايزه بيها كوبايه السكر، كوبايه وكوبايه او فنجان وفنجان، ومعايا نص كوبايه من الميه، ميه فاتره من حنفيه ما فيهاش اي مشكله. تعالوا دلوقتي هنعملها مع بعض. نحط النسكافيه، نحط الميه، اسف السكر، نحط الميه، نضربهم مع بعض على درجه خفيفه الاول. كل مدى ما تفتح كل مدى ما ازود السرعه. بس هنبقى فيها كده من 5 دقايق. ايه رايكم كده بقى؟ شايفين الرغوه الجميله ديت؟ تيجي ناخد كده على حلوه كده زي ما احنا حابين بقى. السكر اللي احنا عايزينه نحط عليه براحتنا خالص. نعمل احلى كوبايه نسكافيه. احلى كوبايه نسكافيه. ايه رايك في الوش؟ شايفين عملت وش قد ايه؟ شايفين الجمال؟ نزوقه كده ونحط عليه حبه نسكافيه على الوش او حبه كاكاو من فوق ولا كوبايه الكافيهات. وهنا دوت هنعبيه ونحطه في الفريزر عندنا ونغطي العلبه كويس قوي. وقت ما احنا عايزين هنطلع منه مره وهندخله تاني. ايه رايكم؟ يا رب النهارده يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش الشير، ما تنسوش السبسكرايب، وما تنسوش اللايكات، ما تنسوش تعليقاتكم. وجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. زي ما قلت لكم كل حاجه قدها قد الحاجه الثانيه، يعني النسكافيه قد السكر، نص كوبايه ميه على الحاجه المقدار اللي احنا هنحطه. واسهل من كده مفيش. هو عندنا في الثلاجه زي ما احنا شايفين كده، وبالعلبه بتاعته هنغطيه. بس العلبه تبقى محكمه كويس قوي عشان نعرف ندخلها الفريزر. يا رب تكون وصفتي عجبتكم. ما تنسوش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.